أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: رجل يضايق الكفار في طريق السيارات ويعد ذلك من باب التقرب إلى الله، فما حكم هذا الفعل؟ ما يجوز الاعتداء على الناس ولا الكفار، ما يجوز الاعتداء. ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، فلا يجوز الاعتداء على الناس في الطرقات ولو كانوا كفارا. لهم حق الطريق ولهم حق المشي، وهم أهل أمان، جاءوا بلادنا بأمان، لهم ما لنا ولهم ما علينا، فنحن نفي لهم بالعهد والأمان ولا نعتدي عليهم. نعم.